رغم أني أختلف كثيرا مع معرض الكرة العراقية، موقع مع معرض الكرة العراقية الموحد، ولكنني خصوصا في السنوات الأخيرة أثق في كثير من الأخبار اللي ينشرونها، خصوصا هم حاليا مقربين من الكابتن عدنان درجال. نشروا خبر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم في صدد إجراء تغييرات إدارية فيما يخص المنتخب، لأنه لم يكن على مستوى الإدارة الوفد المنتخب جيد. من يوم خسارة المنتخب حتى قبل من يوم خسارة المنتخب وحتى قبل خسارته، من صارت الفوضى وأنا طالب الكل اللي يعرفني على السوشيال ميديا أن ضرورة إجراء تعديلات إدارية بوفد المنتخب والمكتب الإعلامي. اللي عارضوني واللي حتى تجاوزوا بالتعليقات، هسه عرفت كلامي صح؟ المصيبة هم راح أنشر على موضوع معين، وهم راح ما تعتقدون اللي أقوله صح، وبعدين يطلع لكم المسؤول ويقول لكم نفس اللي قلته أنا.